تنظيم الإعلام. ما نجموش ندخلوا إلى منافسة والإعلام ما عنده لا خزمة لا ميزان. ينجم يعيطنا 4 مرات في الأسبوع وبعد يطفي علينا الضوء شهر ويعيط للي يجي. قال شنو التعدد؟ هو تعدد لكن ماهوش هو التعددية. لابد نهار من نهارات يتنظم القطاع هذا ونعرفوا اللي مازال فيه رواسم العهد الماضي. لكن خلينا من الموضوع هذا، احنا نحبوا قاعدة اللي هي تنصف كل الأطراف اللي هي معنية بالعملية السياسية الحالية.